السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هنبدأ نشتغل في الطقم ده. الطقم ده قماشته بركال وسادة مصرية. كنا دايما بنشتغل بنقص الطقم وبعدين نعمل حلقة للملاية وحلقة للخدودية. أنا قلت هبدأ أشتغل بطريقة مختلفة شوية. هنقص الملاية ونشتغل فيها وبعدين نعمل الخدادية نقصها ونشتغل فيها، ولو كيس المخدة محتاج شغل الطقم ده كيس المخدة هيحتاج شغل، فهنشتغله برضو كيس المخدة مع بعض. مبدئيا كده قبل ما أبدأ أشتغل، تابعوا الحلقات اللي جاية إن شاء الله، عشان أنا اشتريت شوية قماشات كده هنعمل منها أطقم أشكال جديدة موديلات جديدة، وهنعمل منها جلابيات وقمصان وحاجات جميلة كده هتعجبكم إن شاء الله. الناس اللي لسه ما اشتركتش يشرفوني ويشتركوا ويفعلوا الجرس عشان يوصلهم كل جديد. طيب هنعمل موديل كده حابة أعمله معاكم. هتبقى الملاية فيها شكل كده هنعمله، والخدادية هتبقى عليها نفس الشكل، وكيس المخدة هيبقى عليه برضو نفس الشكل. خلاص انا هعمله بالركامة وهقول لكم احنا شغالين ليه. انا عملت بالركامة، معايا التوب ده هشتغل بيه، وممكن احتاج اكتر من توب، فمعايا بقية التوب ده هشتغل فيه واشوف هاخد منه قد ايه. طيب اول حاجة هنعملها هنجيب ورقة وقلم، لان الطقم ده هو سهل لكن للمبتدئين هيبقى لافف شوية، فنجيب ورقة وقلم ونكتب المقاسات عشان نشوفها واحدة واحدة مع بعض كده هنعمل ايه. اول حاجة انا هحتاج من القماش المنقوش ده 3 متر ونص، واحتاج من السادة 2.5 متر، ولو حابة اعمل الخدادية بكورنيش هيبقى 3 الا ربع، وده هنشوفه واحنا بنعمل الخدادية هنحدد مع بعض نعمل بكورنيش او لا. طيب اول حاجة انا عملتها اخدت من 3.5. قبل ما اقول لكم انا اخدت من 3.5 ايه، انا عايزه اقول لكم ان القماش ده قماش بركال. طبعا اليومين دول البركال هو يعتبر هو احسن حاجه موجوده في السوق، لان برضو العمريه بدات الناس تشتكي منه عشان احيانا بيوبر، طبعا مش في كل الاحوال لكن احيانا بيوبر، فبدات الناس تتجه ل 3 دي والبركال ده. يعني الناس التجار هم اللي بيقولوا الكلام ده، ان السوق ماشي دلوقتي في البركال وبعديه على طول ال3 دي. البركال بكام المتر؟ ب 28 جنيه. انا كنت رحت عند المعرض بتاع جود ستايل، القناة بتاعت جود ستايل عاملة معرض جميل جدا في الزاوية، انا رحت عندها واشتريت مجموعة قماشات منها، من ضمنهم القماشة دي، ده بركال ب 28 جنيه. خلاص طيب بالنسبة للقماش السادة ده قماش مصرية انا جايباه من الشركة الاسلامية برضو اللي في الزاوية، الشركة الاسلامية ب 18 جنيه. انا عايزة اقول لكم ان القماش السادة ده بيتباع في كل الاماكن ب 20 جنيه، في كل حتة بيتباع ب 20 جنيه. الشركة الاسلامية بالذات اللي بتبيعه ب 18 تقريبا، هم عندهم مصنع او حاجة كده يعني، فعشان كده بيتباع عندهم ب 18. خلاص يبقى احنا السادة ب 18 والبركال ب 28. طيب اول حاجة انا عملتها ايه، خدت من التلاتة متر ونص، خدت منهم 1.5 متر وخدت منهم 40 سنتي، خدت 1.5 متر و40 سنتي، وخدت من السادة 80 سنتي و80 سنتي. يعني احنا عشان نبدأ نشتغل في الطقم هناخد 80 سنتي و80 سنتي و40 سنتي، هنعرف دلوقتي ليه، ومتر ونص. اول حاجة انا هعملها المتر ونص، المتر ونص هقسمهم نصين. اول حاجة هنعملها المتر ونص هنقسمهم نصين، هيبقى معايا 75 سنتي و75 سنتي. طبعا عايزة اقول لكم الموديل ده مختلف شوية عن الموديلات اللي كنا بنقصها قبل كده. هساوي بس القماش كده، لازم نساوي كده الناس المبتدئة اهو، بنساوي كده القماش عشان يبقى شغال مع بعض. انا هحاول احرك المكنة شوية اهو كده، سويته كده مع بعضه كده، وهبدأ اقص. هسم الله كده واقص، بسم الله.
طيب انا نسيت نقطة كده اقول لكم عليها دلوقتي. انا ليه اخدت 80 سنتي و75 سنتي و75 سنتي للملاية؟ عشان انا عايزة اعمل سرير متر و80. السرير متر و80 بناخد القرصة بتاعته زي ما اتفقنا قبل كده، بناخد القرصة وبنزود عليها 40 سنتي، يبقى القرصة 180 وبنزود عليها 40 سنتي يبقى 220. تمام. انا بدل ما اخد 220 اخدت 2 وربع، بس زودت 5 سنتي عشان انا هوصل الملاية من النص، هتشوفوا ازاي دلوقتي. فزودت 5 سنتي يبقى اخدت 80 سنتي دول اللي هيبقوا في وسط الملاية، 80 سنتي، ومن الحرفين 75 و75. طيب هركن دلوقتي القماش ده على جنب وابدأ اشتغل في ده. ده 80 سنتي، خلاص هبدأ اشتغل في ده. هبدأ اعمل في ايه؟ هجيب كده الركامة وابدأ اركب على حرف الركام. هبدأ اشوف الركامة حرفها فين من الاول. حرفها اهو. طيب هفرد القماشة كده. طبعا احنا هنحتاج نعمل الطقم ده اوفر عشان هو فيه خياطات كتير، فهحتاج اعمله اوفر. في اطقم انا بعملها من غير اوفر، لكن الطقم ده هيحتاج انه يتعمل اوفر. بص حضراتكم، انا معايا القماشه اهي، باجي من عند البرسل كده، من عند اول البرسل كده، وابدا اخيط الركامه. طبعا انا فكرت في موضوع الركامه ليه. انا كان ممكن يعني لو حضرتك عايزه تعمليها فل اعملي، عايزه تعملي جبيره اعملي براحتك خالص. انا حسيت ان القماشه يعني الموديل ده عايز حاجه تكون ناعمه، يا اما ركامه يا اما دانتيل. الناعم ده انا ما عنديش دانتيل حاليا، لسه هنزل اشتري ان شاء الله. فده اللي موجود عندي قلت استخدمه اهو. بسم الله هبدا اخيط الركامه هنا كده اهو. عايزه اقول لكم الركامه دي انا كنت جايباها تقريبا الثوب يا ب 37 يا ب 38، هي موجودة في فيديو انا عملته لما اشتريتها، هي بحوالي 37 يا 38، في نوع تاني ب 25، لكن النوع ده كده العرض ده تقريبا ب 37 يا 38. اهو هركب دي، هركب دي كده من هنا بالطريقة دي كده، والناحية التانية هعملها زيها بالظبط. عملت كده الركامه، ركبتها من هنا ومن هنا. يعني ما عملتش حاجه، كل اللي عملته ان انا مشيت خط، ما مشيتش خط من الناحيه التانية لان لسه هقفل من هنا من الناحيه دي. يبقى انا عندي كده الجزء ده هو ده وسط الملايه خلاص. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنجيب القماش اللي احنا قطعناه ال 75 سنتي وال 75 سنتي ونبدا نركبهم من هنا اهو. نبدا نسمي الله كده اهو، ونركب من هنا اهو. احط دي كده الوش كده، الوش على الوش من هنا كده، وابدا احط البرسل على البرسل وابدا اقفلهم الاثنين مع بعض اهو. بسم الله. هركب الجزء ده كده معاه، وبرضه هركب الجزء التاني الناحية التانية. ركبت كده الجنبين اهو المنقوشين، بقت الملاية كده يعني من الوسط السادة ده وعليه الركامة اهو، ومن الحرفين المنقوش اهو الشكل كده تمام. طبعا هنعمل الجزء اللي جوه ده اوفر اهو، الجزء ده كده هنعمله اوفر عشان ما ينفعش يتساب بالطريقه دي كده، هيبقى مش حلو خالص. خلاص. طيب انا عايزه اعمل الملايه دي ب3 كرانيش برضو، نفس النظام نفس النظام كده. هعمل كورنيشين من هنا، كورنيشين ساده وكورنيش منقوش. طيب هنعمل ايه؟ هنركن دي على جنب دلوقتي كده، ونجيب ال 80 سنتي التانيين اللي احنا قصينهم اهو. ال 80 سنتي دول هعمل في ال 80 سنتي دول ايه؟ هقسمهم على 4 عشان اعمل بيهم كورنيشين. لو عايزه توفري في القماش شويه خدي 3، يعني خدي 3 وخلي الرابعه دي اعملي بيها حاجه تانيه. لكن هو طبعا عشان يبقى الكورنيش حلو، عشان يبقى الكورنيش مظبوط وحلو،
ومكشكش كده حلو، ناخد اربع شرايط، يعني كل كورنيشة شريطتين. احنا عندنا العرض 240، كل كورنيشة هتبقى 4 متر 80. اهو شفتوا انا عملتها ازاي؟ اهي بتني كده اهو، بحط القماشة على القماشة كده بالظبط كده واسويها كده اهو، وبعدين بسمي الله واقسمها. بسم الله كده. بعد كده هثني كل واحدة نصين واقسمها اهو. انا بعمل الكلام ده للناس المبتدئة اللي ما عندهاش فكرة بالتفصيل، اهو بعملهم كده اهو بالطريقة دي كده، واقسمهم برضو اهو. زي ما بقول لحضراتكم، الطقم اللي بعمله ده للسرير 180 اهو. هاخد الاتنين دول كده هشبكهم في بعض عشان اعملهم كورنيش. هعمل دي برضو كده اهي، واشبكها في بعضيها عشان اعملها كورنيش. خلاص. طيب انا معايا برضو ال40 سنتي دول، معايا ال40 سنتي دول برضو نفس الكلام، هقسمهم. انا مطبقة القماش اهو، هقسمهم واشبكهم في بعض عشان اعملهم كورنيش اهو كده اهو، وهقسمهم دول اشبكهم مع بعض، ودول اشبكهم مع بعض، ودول اشبكهم مع بعض، هيبقوا دول معايا ال3 كرانيش اهو، هيبقوا بالمنظر ده. تمام. طيب بس انا بقى عايزة اعمل خطوة بعد ما اشبك كل اتنين في بعض، قبل ما اشبك ال3 كرانيش في بعض، عايزة اعمل خطوة. هعمل ايه؟ هاجي من هنا، يعني هشبك الاتنين دول في بعض، واجي اركب لهم الركامة من هنا كده اهي، على حرف ده كده. خلاص. وبرضو هعمل نفس الكلام، هركب الركامة هنا على الحرف ده. لو حضرتك مش عايزة الخطوة دي الغيها، عايزة تعملي اي شريط رفيع على اساس ان هو ميبقاش مكلف، تمام، تعملي شريط ستان، شريط اي حاجة براحتك. تمام. يبقى احنا هشبك انا الاتنين دول في بعض، كل اتنين في بعض، وهركب الركامة على الحرف كده بالطريقة دي كده. هشبكهم في بعض وارجع لكم عشان نشوف هنركب الركامة ازاي. شبكت انا كده الاتنين دول في بعض، هبدأ بقى اركب الركامة كده اهو على الشريط ده، وهركبها برضو على الشريط التاني اهو، بحطها كده على وشها، وبعدين اخيطها كده زي ما عملت في الجزء بتاع الملاية بالظبط اهو. طبعا هي كده هتتكلف شوية، الملاية هتتكلف شوية عشان الركامة، لكن لو عايزة تعمليها بتكلفة اقل او من غير ركامة خالص، برضه هتبقى حلوة، هتبقى جميلة، هيبقى موديل حلو وشيك ورقيق كده، ومفهوش تكلفة كتير يعني. ونقدر نعمله بقماش العمرية او المصرية او اي قماشة تعجبنا، يعني احنا القماشة دي احنا اللي بنختارها، واي موديل بيبقى على القماشات كلها بيبقى حلو في الاخر، بيطلع في الاخر حلو. هركب دي كده ونرجع نشوف مع بعض، وهركب برضو الركامة بنفس الطريقة على الكورنيش التاني. كده انا شبكت الكورنيشين دول في بعض، وشبكت الكورنيشين دول في بعض، وركبت على حرف كل كورنيش فيهم اهو، كل شريط فيهم ركبت على حرف ركامة بالطريقة دي. هعمل ايه دلوقتي؟ كل اللي انا هعمله ان انا همسك واحدة من دول اهو، همسك واحدة من دول كده واركبها بدي. انا عايزة دي اللي تبقى من فوق على اول الملاية، هركبها بدي كده اهو. وبعدين بعد ما هركب دي مع دي اهو، هعملهم كده اهي، هركب دي مع دي، وهركب دي مع التانية، واخليهم التلاتة 3 كرانيش مع بعض. وده كده شكل ال3 كرانيش بعد ما ركبتهم في بعض. ركبت الكورنيشة مش من ناحية الركامة، خليت ناحية الركامة دي كده ناحية هركبها في الملاية، وناحية هنتنيها من تحت، والكورنيشة كده اهي
اهي ده يعني التلات كرانيش شبكتهم في بعض بالطريقه دي كده، بنخلي الركامه من بره. لو حضرتك هتتلخبطي ركبي التلات كرانيش في بعض الاول، وبعد كده ركبي الركامه من على الحرفين بالطريقه اللي انا عاملاها دي. باقي خطوه بقى ان انا عايزه امسك الجزء ده. طبعا الكرانيش دي انا عاملاهم على عرضين، يعني 4 متر 80. انا عايزه اعملها كسرات اخليها 2 متر و40 على نفس عرض الملايه، عايزه اخليها 2 متر و40. فاما بعمل كسرات يا اما بركب دواسه الكشكشه وبكشكشها بيها. تمام، هكشكشها ونرجع نركبها على الملايه دي. اهي دواسه الكشكشه الناس الجديده معانا اهي. انا بستخدم الدواسه والمسمار، انا عندي دواستين تانيين بس انا برتاح لدي. يعني في كذا دواسه بنكشكش بيها، وممكن نحط دبوس ونكشكش، دي برضو طريقه حلوه جدا، لكن انا بحب استخدم دي في الكشكشه. ممكن اعملها كسرات زي ما بقول لحضراتكم كده، لو مش عندك دواسه الكشكشه دي او مش عايزه تستخدميها اعملي كسرات جنب بعضها برضو هتبقى حلوه. اهو هبدأ بقى ايه اكشكشها، هجيبها من اول حرفها كده ونبدأ نكشكش. اهي بسم الله. قبل ما اقفل الفيديو واكشكشها اهي، الكشكشه اهي تمام، لو لقيتها طالعه زياده بكشكش تاني. تمام، الخطوه اللي بعد كده بجيب الملايه كده، بيبقى وش الملايه هنا اهو الوش كده، وبجيب الكورنيش اللي انا كشكشته ده بالطريقه دي كده اهو، وابدا اركبه في الملايه. بيبقى الوش معايا هنا كده والوش اهو، بحط الوش على الوش كده واجيب البرسل على البرسل كده وابدا اركبهم الاثنين في بعض اهو. طبعا انا كشكشت زي ما قلت لحضراتكم كده، كشكشت الجزء ده خليته بقى 2 متر و40 على قد الملايه اهو. هبدا اركبه كده الكورنيش كده اهو. وده كده شكل الملايه بعد ما ركبت فيها الثلاث كرانيش اهي. هي طالعه شكلها حلوه جدا بس مش هتبان غير هي مفروشه على السرير اهي. تلات كرانيش اهم كده. هنعملها اوفر بقى وبعدين هنتفرج عليها وهي مفروشه اهو. هي الشكل ده كده اهو. هي طبعا القماش المصري احنا عارفين بينسر كتير اهو. ده شكل الملايه، ده شكل الكورنيش بتاعها، واوريكم بقى شكل الملايه كمان اهو. وده كده شكل الملاية نفسها اهي، من الجنب كده منقوش، وبرده من هنا من النص كده سادة، ومن الجنب التاني منقوش. هي شكلها مش باين لكن هتبان ان شاء الله وهي مفروشة. طبعا بقى الفيديو الجاي ان شاء الله، عشان هنعمل الفيديو الجاي يا المخدة يا الخدادية، وهنعمل فيها نفس المنظر. يعني هنعمل برده المخدة الجنبين منقوش وفي النص سادة، والخدادية نفس الكلام. تابع الفيديوهين اللي جايين ان شاء الله عشان هنكمل فيهم دول. حابه اقول للمتابعه اللي هي كانت عايزه الطقم الساري ان شاء الله، انا قلت بس ابدا الطقم ده، بعد كده في عبايه بنص كم هنعملها ان شاء الله، بعد كده هشتغل في الطقم الساري ان شاء الله، مش الساري بقى الاورجانزا السواريه. خلاص يبقى احنا هنكمل الطقم ده، بعد كده هنعمل عبايه ان شاء الله موديل حلو قوي، عباية بنص كم وموديل حلو قوي، بعد كده هنعمل ان شاء الله ان شاء الله السواريه، الطقم السواريه. تابعوا الفيديوهات الجاية ان شاء الله عشان نشوف الخدادية والمخدة، وبعد كده نشوف الطقم هو مفروش على الطبيعة في منتهى الجمال ان شاء الله بأمر الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.